تعدد الجهات، لا بس اسمح لي، المقصود انه تعدد الجهات المعنية بالتوقيف والاعتقال والاحتجاز ضيع وحدة الموضوع. نعم هناك أجهزة أمنية متعددة حال محل كل دول العالم، لكن هناك قاعدة معلومات مركزية فيما يتعلق بالموقوفين والمعتقلين والمحتجزين. يعني وزارة الداخلية مثلا يومية عندها مثلا جرائم، مثلا مشاجرة، توقيف، غيره غيره. اللي يدخل للمركز المركز الشرطة يعطون علم الى غرفة العمليات في وزارة الداخلية. نعم. وبالتالي يعني اصبح مال مثل ما يقولون، يعني اصبح انه هذا الشخص معرض في فلان ساعة فلان توقيت تم توقيفه في مركز فلان مركز شرطة من قبل قاضي الصباحي او قاضي الخفر لفلان مادة قانونية، ومن ثم تبدأ الاجراءات الرسمية ويعرض على القاضي. نعم. ويسمح للمحامين للوصول او حتى يسمح لذوي ايضا بمراجعته، لكن اكو بعض الجهات ما عدا هاي القاعده، ما عدا هاي الاجراءات. فهنا صارت الاشكاليه اللي نتكلم عليها فيما يتعلق رصدتوا اكو حالات بالفعل الان لمعتقلين في السجون. على سبيل المثال في 2019 مثلا شكلت لجنه الامر الديواني 29. نعم. صح؟ مو صحيح؟ صحيح. في حكومه الاستاذ مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، وبالتالي كثير من الاعتقالات التي جرت كانت قبل صدور مذكرات الاعتقال، وفي بعضهم تم توقيفهم او يعني اعتقالهم من بيوتهم دون ان تكون هناك مذكره قبض، ودون ان يعلم اهل المعتقل بالجهه التي تم اعتقاله، الا بعد يعني شهر او غيره يلا يطون معلومه او نجده الاهل. وبالتالي هذه الحاله مثل هكذا حالات ينطبق عليها وصف الاختفاء القسري، كونها جهه حكوميه او جهه تعمل تحت بموافقه الحكومه او تحت مظله الحكومه، وبالتالي يعني ينتج عنها حرمان الفرد من حق استاذ انس حقه بالحريه وغيرها.